جماهيرنا الكريمة الكربلائية أن تمنع هؤلاء من التشويش على متظاهرين السلميين من حرف حقوقهم باتجاه آخر. لازلنا مستمرين بتبني الحقوق المشروعة لجمهورنا وبتبني حمايتهم وبتبني رعايتهم. حياكم الله. يعني حقيقة كلامك بخصوص المتظاهرين السلميين، أتحدث عن السلميين، نحن لسنا مع المشاغبين. يعني التظاهرات السلمية يعني تمركزت في فكرة التربية، لكن لم نرى الحماية لهذه الاعتصامات السلمية. يعني قامت قوات يوم ليلة أمس وقبلها مداهمة هذه الفلكة، واعتقل من اعتقل، منهم شعراء، منهم مثقفين، منهم حتى إعلاميين. يعني عدم التمييز بين المخرب وبين المسالم، يعني هاي نقطة لا يجب. يعني تقرأ أكو مخربين كانوا؟ نعم أكيد أكو مخربين، لكن ليسوا مع المتظاهرين السلميين. أنا بس أريد أوضح حقيقة للإعلام الحر وللإعلام المهني، وهذا مهم جدا هذا التصريح. أرجو أن الإعلام المهني أن يحترم إعلاميته المهنية. وردت أخبار غير دقيقة وغير صحيحة جدا عن محافظة كربلاء المقدسة، ونعتبر هذا جزء من الهجوم الإعلامي على محافظتنا الكريمة. وردت أخبار غير دقيقة ومن مواقع التواصل الاجتماعي قد تكون مدفوعة الثمن وغير دقيقة عن أحداث وعن ضحايا لا يوجد لها أي أساس من الصحة. هذه الأخبار وفبركت للأسف، وجدنا ورأينا فبركت ودبلجت فيديوهات ليست في محافظة كربلاء المقدسة، في مكانات أخرى وبثت على أنها من كربلاء المقدسة. لماذا؟ هل أنتم حزينون لأن كربلاء المقدسة حافظت على أبنائها؟ هل أن كربلاء المقدسة لا زالت تسعى بشكل كبير، وإحنا يومياً نبلغ ونؤكد على قواتنا الأمنية بالصبر الشديد وبأعلى درجات ضبط النفس من أجل حفظ حقوقهم ومن أجل حفظ دمائهم؟ هذا طبعا كانت للأسف يوم أمس حملة إعلامية غير صحيحة وحملة إعلامية واضحة ومشوشة. نرجو من الإعلام المهني وأنتم منه إن شاء الله أن يبين هذه الحقيقة بشكل واضح.